السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبود ينيتر من قناة عبود ينيتر جيمينج، واليوم جايبين لكم بناء حربة اللهب. في بناء حربة اللهب حنشرح فيه بناء الرمح اللي احنا حنستخدمه للنيو جيم بلس. اللي حابب يرجع للبناء اللي سويناه للنيو جيم حنحط لكم الرابط حقه فوق، ارجع له بحيث انك انت تستفيد. زي اي بناء نسويه للنيو جيم بلس اللي سكاني مقاتل ما حتكون شرط اساسي انك تستخدم البناء. من غير ما اطول عليكم ندخل في تفاصيل البناء، بس قبل ما ندخل في تفاصيل البناء خلوكم ملاحظين انه قطعة الخصر في هذا الدرع ما هي من الريد ديمون، بس انا غيرت شكلها عشان يصير شكلها زي الريد ديمون، عشان كان شكل الشخصية مرة مو كويس، مرة مو عاجبني، فانا هنا ضبطته، وكمان عشان شكل الريد ديمون حلو، الدرع بشكل عام شكله مرة لطيف. طيب نيجي للخواص حقة الدرع، حنستخدم 5 قطع حتدينا فائدة 6 قطع مع الياسكاني، 20% زيادة استرجاع كي او سرعة استرجاع كي، 7% ضرر بشكل عام، 15% ضرر زيادة لما نحرقه، 10% استهلاك اقل الكي لما نستخدم السكيلز حقتنا، وزيادة 10% ضرر للسبير فول اللي هي هتكون السكيل الاساسية حقنا، او على الاقل السكيل الاساسية حقي انا لما نلعب. تمام، الدرع الثانوي حيكون الماستر اوف سبيرز، وحناخد منه اهم شيء 4% ضرر على كل حاجة، على كل الضربات حقنا الميلي اللي هنستخدمها بالسبير. انا استخدمت هذه التركيبة عشان هذه التركيبة هي الوحيدة اللي تعطيني 4% من اي درع سبير مع 20% من الريد ديمون، لانه عندنا هنا في الاكسسوريز عندنا هذا الشيء من ماستر اوف سبيرز، فاعطانا قطعة زيادة قدرت اوصل بها بال4%. انت ممكن تدمج الريد ديمون مع اي شيء تاني على حسب البناء، حيتغير حسب ما انت تدمج. ممكن تدمج مع، على سبيل المثال ممكن تدمج مع تومبوكوري او مع وارير اوف ذا ايست، ممكن تدمج مع جابانز بريفست اللي ماني قادر احصله الان لسبب ما، اين انت يا جابانز بريفست. ممكن تدمج مع هانتر اوف تايجر لو انت من الناس اللي يفضلوا البيرسينج رين، تمام، اللي هي حقت الوخز هذيك. حتى ما في داعي انك انت ترجع للماستر اوف سبيرز لانه هنا يديك زيادة في الوخز، هذا يعطيك صح زيادة في الوخز 8.7%، بس هذا من ناحية تانية يعطيك 7% في كل شيء، فانت ضحي بال1.7% دي عشان الزيادة اللي يعطيك اياها الريد ديمون، لانه الريد ديمون افضل درع سبير من غير اي منازع. طيب نكمل، يمديك تستخدم اي سلاح، انا عشان القطعة هذه نظيفة استخدمتها. تبغى زيادة في الطاقة، زيادة في الاتاك بونس كونستيتوشن لانه الطاقة هي الشيء الاساسي حقنا اللي يزود ضرر السبير، تبغى تعمل ريمودل بحيث انك تستفيد من الطاقة اكتر شيء، تبغى تزود وضع النار على الخصم، وتبغى كمان تحط النار، تبغى اي نوع من اللايف درين، انا حطيت اكتف سكيل ابغى اجربها، تبغى ميلي كي دامج ضرر زيادة للكي واستهلاك اقل للكي بالنسبة لك انت. اوكي، بالنسبة للمدفع حقتك تبى تحط فيه له اجيليتي، وتبى تحط فيه له اللهم صل على محمد، تبى تحط فيه له اجيليتي وفاير دامج او اكويبمنت لايتنس وفاير دامج، ما تفرق، الفرق في التنقيص بسيط لا يذكر، 5 مش 5%، 5 بس. فحط اجيليتي، حط اكويبمنت لايتنس اللي يطلع لك، بس على اساس ان الاكويبمنت لايتنس تكون AA، يعني انا على هذا الاساس سويت اختباراتي، تمام. وتبغى فاير دامج، الباقي راجع لك. تبغى اشياء هنا تزود قابليتك انك تقعد على قيد الحياة، تفنس لايف كي ديفنس اتاك، حطينا اتاك لما زيادة، ممكن انت لو عندك الميزة دي تويرلينج سبير تحطها على كل القطع عندك بحيث انك ايش تزود الضرر حقتها 40%، انا مزوده 10%، انت كمان ممكن تزوده 40% زيادة. حط حق استرجاع الطاقة لما تسحبها مريتا، هذا لطيف دائما في معظم البناءات. طبعا في بناء زي التونفا، بناء زي السيفين، في بناء الاشياء اللي تضرب بسرعة وتستخرج كي كتير وتستهلك كي الخصم بسرعة، هذا مرة مفيد، مرة مرة مفيد. هنا فائدته اقل في بناء الرمح، لكنه حليوة، حطه، حط طاقات على القطع، حتى ممكن تجيب الطاقات زي ما انا جايبها هنا مثلا، انا هذه جايبها من قطعة الصدر عشان كده كتيرة 69، فرافع طاقة كتير انا في القطع، عندي رافعها يمكن 60 في كل قطعة، اوكي زي ما انتم شايفين. طيب هذه هنا الكي، عشان انا ما قدرت احط الاميريتا ابزوربشن، اللايف ريكفري اميريتا ابزوربشن،
فانت تبغى تحط هنا كي تبغى تحط لايف هذا شيء راجع لك. الثلاثة الباقية تبغاها بيرن اكوميليشن في القطعتين، تبغاها ديفنس بونس ماجيك بي، تبغاها دامج اوفر تايم عشان لما نحرقه ينقصوا الحريق اكتر لان حنحرق الخصوم كتير. اوكي طيب، بالنسبة للماجيك اللي انت تبغاها تبغى الاكستراكشن، تبغى البارير من النينجا، تبغى كويك تشينج، تبغى البروتكشن، الكارنيج، الستيل، كله انشرح قبل كده، سلوث، الويكنس والفاير. السلوث تبغى تغيرها بشيء تاني ما عندي مانع، لاني انا ما اختبرتها، قلت يمكن في الباتش الجديد اليوم اللي نزلوه غيروا حاجة حسنوا منها اي حاجة، لا زي ما هي تقعد 4 ثواني 5 ثواني وتختفي. دائما وابدا تنجن خرب على كل الجارديانز الثانيين، لانه الزيادة اللي يعطيك اياها تنجن لما تسحب امريتا مرة كتير، لا تقارن باي جارديان سبيريت تاني، فما نقدر احنا الا غصبا عنا نختار تنجن حتى لو ما نبغى نختار تنجن. بالنسبة للسول كور شوتين دوجي عشان يعطينا دفاع لما نسحب امريتا، يعني انا بالعاني اخترته لانه زي ما تقول ايش، احنا ضعيفين دفاعيا، بنائنا مش زي لما نكون في دروع تقيلة زي البناء حقت التونفا ولا البناء حقت الاوداتشي ولا البناء حقت الفاس، لا حتلاحظ انه بالدرع الخفيف انت لما تلعب، الدرعين اللي احنا مستخدمينها خفيفة، حتلاحظ انك لما تلعب الضربة حتنقص، حتوجع لما انت تضرب. فانا بزود دائما اخلي الدفاع حقتي زايد بالشوتن دوجي ذا، عشان كده انا مستخدمه. ما قلت سوارير عشان يعطينا زيادة اكتف سكيل دامج، بس المشكلة حقه القدرة حقت اليوكاي مش كويسة، فلو ما انت تبغى الاثنين في المية دي ممكن تغيره بشيء زيات سونوكامي على سبيل المثال، ولو اني سمعت انهم ضاعفوه اليوم في التحديث الجديد حقت 1.08، لكن ما زال يات سونوكامي اسمه يات سونوكامي، يعني حتى لو ضاعفوه 10-20% هو اصلا كان مرة كويس. طيب، وتبغى الويل مانك هذا سول كور عشان يعطيك انيما بونس لما تحرق الخصوم، هذه ما منها فايدة. اوكي طيب، ندخل على شجرة السبير. من شجرة السبير انا احب سبير فول، انت تبغى تروح مع بيرسينج لينك شيء راجع لك. تورنيدو في اللو ستانس احب استخدمه، فلاينج مانكي كمان في اللو ستانس، طبعا فلاينج مانكي نمبر 2. احب ويند ميل لما نكون في وضعية ويند ميل، هذه لما نكون في وضعية فيها اكتر من خصم ورايا، يعني يكون في هذوليك اللي يطيروا ولا سكيلتن وارير اثنين ضعاف ولا واحد ضعيف وواحد قوي، بحيث ان الويند ميل تضرب لك اياهم الاثنين وتخلصك من الضعيف في اغلب الاوقات. تبغى كمان الثلاثة قواعد حق الوخز، وتبغى الشادو سترايك لما الضرب من الورا، زيادة الكي لما تكون طاقتك كاملة 5-6% عندك، ما عندي هنا واحدة ولا كنت سويتها، هذه الأشياء لما تكون طاقتك 30% ما قال أنا ما أحبها وبس. طبعا هذه ميزة مخفية اسمها تريبل ثريت، تجيبها من متازة. أوكي حنوريكم دحين فين متازة، من الساموراي ما تبغى إلا دامج بونس كونستيتوشن، ولو تبغى بدامج بونس سكيل لو أنت السكيل حقك عالي ما يمنع ممكن تحط. طبعا النقاط الزيادة حتحطها كلها في السكيل. كيف تبغى توزع نقاطك لما انت تيجي؟ تبغى اول شيء تحط 17 في الكونستيتوشن و17 في السكيل تقريبا، على اساس ترفع تقدر تلبس الدروع، 9 في الماجيك و9 في الكاريج على اساس تقدر تلبس الياساكاني. تبغى ترفع سترينث الين ما تفتح الميزة حق التنجن، اظن انا اضطريت ارفع 20، احط 20 أو 21 في السترينث زيادة بسبب الميزة حق التنجن. وتبغى ترفع السمنة لما 10 عشان ترجع الاجيليتي حقك لاي. انا عملت رينفورس او ريمودل لكل الدروع بحيث اني اقوي دفاعها، بس كان الدفاع اعطوني 8 يمكن في الصدر و8 و6 في السروال، يعني ما كانت ديك المفيدة، يعني حسيت في النهاية طلعت انا ب 15-20 زيادة في الدفاع، مو شيء مقارنة بال 1600 اللي احنا عندنا او اللي كنا عليها و 1800 دحين. طبعا 1800 عشان عندنا ديفنس بونس ماجيك، لو رفعت الماجيك حقك حيرتفع الديفنس، فلو تبغى دفاع زيادة ممكن ترفع الماجيك ل50 مثلا ل60 وتضحي بشوية بأي شيء تاني، بشوية كونستيتوشن على سبيل المثال، او لو مستواك اعلى من كده ما تحتاج انك تضحي بالكونستيتوشن. الهارت تبغى ترفعه لمن 15 بحيث انك تبغى شوية كي زيادة، حلوة 15، يعني 15 في كاب اول او في حد اقصى اول للزيادة، بعدين توصل للحد الاقصى الثاني في 15، بعدين يبدأ يعطيك 5-5-5 بدل ما كان يعطيك 10-10 وقبلها 20-20.
الكاريج لما 10 بس كده عشان رفعت لما 9 قال لي عقلي يسويها 10 مش عشان شيء. استمنا 10 عشان نرجع الاجيليتي لاي تمام، لاني كنت لابس انا قطعتين من المترازة اول بعدين غيرت على قطعة واحدة عشان اخذ 20% من الريد ديمون. طيب بالنسبة للدروع السميثينج تكست مش الدرع نفسه، انا اقول السميثينج تكست تجيبه من الوحش حقت هذه المرحلة، والسميثينج تكست والقطع حق الدروع والميزة المخفية اللي انا وريتكم اياها دوبي تجيبوها من متازة، سواء تبوا تضربوه هنا ولا تبوا تضربوه في المرحلة اللي قاتلوه فيها اول مرة ما تفرق. هنا هو حيكون اصعب، بس هناك يبارك تقاتل لك شوية وحوش لما توصل له، فانا ريحت دماغي وقتلته هنا وجبت كل شيء منه. اوكي، سواء سميثينج تكس حقة الرمح ولا سميثينج تكس حقة الدرع. حنجرب دحين حقنا البناء في هذه المرحلة. انا اختار هذه المرحلة عشان فيها يوكاي قليل، يعني فيها افواج يوكاي ومتنوعين وقليلين الى حد ما، يعني ما حتطول المرحلة، وفيها وحش بالنسبة لبنائنا هذا مقاوم للنار، فحنشوف دحين ايش اللي حاصل. طيب يا اخوان، قبل ما نسوي اي حاجة عشان نبغى شوية الدفاع اللي يجينا زيادة من ال قولوا معايا شوية الدفاع اللي يجينا زيادة من الاميريتا جيج بونس او من دائرة الاميريتا، خلونا نرفع الحين الفيفورتين. اوكي هنا خلونا نرفع الاميريتا حقنا لأعلى شيء، وزي ما انتم شايفين جانا هجوم ودفاع على السريع. حلو، طبعا هذه فايدة التنجن يا اخوان. اما طيب مرة بالصدفة هذا كان يعني كسرت له حقه القرن. هذه الوينة وضعي مش تمام، طاقتي مش تمام، تبغى انت تكون طاقتك كاملة في اغلب الاوقات. اتراجع عشان اعبي طاقة. اوه عادني كنت اشحن الضربة. قال لك طبعا سبير فول، انا لما العب بالسبير هتلاحظوني استخدم سبير فول اكثر حاجة. في ميزات تانية اكثر ممتعة حتى، مش هي اقوى شيء. انا اشوف التورنيدو اقوى حاجة، بس التورنيدو تاخذ لها، شوفوا لو ما انت تقيل التورنيدو مرة مشكلة، لانها هذه اللي يسويها كده تاخذ وقت الين ما تبدأ تضرب، ففي مشكلة لما تيجي تستخدم التورنيدو. خلينا نكسر الدائرة الجاية اللي نزلت هذه. اوكي لان طاقتك كاملة يكون عندك 5% زيادة تنقيص. يقول لي طيب استخدم استخدم اللي يسموه ده قبل ما نضارب مع الانكي، خلونا نطلع نتعامل مع الشيء ذاك اللي فوق. الشيء ذاك اللي فوق مشكلة. طيب بما انه مو شايفنا في حدود 4000، واتوقع عاملين طاقته كتير وطاقته قليل ودفاعه عالي. خلونا نشوف الانكي من ورا نسوي شيء. طبعا هذه انا اللي كنت اقول لكم لو عندكم الميزه حقها حطوها في كل الدروع، لانه هي الميزه يعني حتصير تنقيصها مره عالي، هي تنقص مره كثير، تضرب 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 بقوه هذه الميزه. طيب احس اني ابغى استخدم البارير او الاكستراكشن، ولا خليها لوحدها. هذه كانت حتخترق ال يا اخي، هذه اخطر. مسكني وما تدري متى، يعني ما تدري متى انت لازم توخر. يعني هل ال الشخطة الاولى ما تنحسب وانت بس تركز على الشخطة الثانية، ولا ايش اللي حاصل بالضبط؟ فضيلك انا يعني فضيلك ايش فيها يا شوي؟ خذ الحين حيطلع لك ذاك. ايه يا سلام، ايش التنقيص ده؟ ايش فيه؟ حسبوني انه هذا ضربني؟ طيب يا اخوان انا ماني عارف ايش بالضبط.
هذه وين اللي لما تدحرج طبعا يروح من عليك ال يا عم ايش فيه ايش فيه. طيب ممتاز 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 ممتاز. كل اللي حصل هذا هنا مرة ممتاز. في طاقات في حاجة؟ ما فيش حاجة. ماكو ماكو ايش. او لا حصلنا طاقة اوكي. طيب عشان انا بشوية الطاقة دي ترجع ولا ما في مشكلة. خلونا بس نطلع 5% ما هي شيء. والله يعني 5% في النهاية يعني. طيب لا ننسى نحط الأشياء قبل ما ندخل. طبعا هذا في التحديث الجديد ستقدر تحط الماجيك على نفسك مرة أسرع زي ما أنتم شايفين. خلوه زي الجزء الأول زي الجزء الأول بالضبط. ها ها اوكي اكسلنتو. بطيء سلوث شيكاغامي. قديش حط عليه نار؟ ولا حط عليك ولا اي نار حي. مستحيل هذا تحط عليه نار اتوقع. طيب لو كنت في ظهرك بس اوكي يلا هذه كمان ما مت. هو حتى امس يكون يجينا. طيب خذ اما 172 ايش قاعد تسوي في حياتك. طيب خلونا نشوف الثاني ذا. لا 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 لا. طيب كويك تشينج كويك تشينج كويك تشينج كويك تشينج قتلنا. اقول لك اقدر اقتله من اوله لكن كنت ابغى اقول لك هي نهايه دراماتيكيه لكن ما مشي الحال. طيب يا اخوان انا حاسس ان الفيديو كان اقصر من الفيديوهات اللي اسجلها عاده. اذا نسيت اذكر شيء او اذا نسيت اشرح حاجه اسالوني عنه في الكومنتات وحجاوبه ان شاء الله. بكده انا اختم الفيديو هنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اتمنى البناء يكون عجبكم. ملاحظه ختاميه انه البناء حقه الوخز يعني حتى لو انت تبي تستخدم الريد ديمن انا اشوف انه حيكون افضل مع الريد ديمن. اللهم انك بس عليك انك تستخدم ميزة الوخز بدل الميزة اللي انا مستخدمها هنا. بكده احنا نكون خلصنا. لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.